بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنشكروا أكادير 24 على هذه الاستضافة، وكنقدم لكم راسي زكريا قصاب رئيس جمعية الواحة اللي دقت السيف وأقل دوار الحدان. كنستضيفوا معنا الشباب الجداد باش هذا الشيء يبقى إن شاء الله مستمر لقدام. وكنشكروا كاع جميع أعضاء الفرقة، وكنشكروا الناس جميعا. العزيز بوستا من دوار الحدان تنزولين بمنطقة زاكورة. كما كيقولوا الشيخ، واخا احنا ما زلنا نتعلم هذا التراث، هذا كان اللي احنا كنكونوا متتبعين. كنحييو السي محمد بن ويس، كنتمنوا الله ليه الشفاء العاجل ان شاء الله. هو على يدو تعلمنا ورقصه هكذا فنيه، شي لوحه فنيه باش نقدموها للمشاهدين الكرام ان شاء الله، باش كل شيء يكون على احسن ما يرام. السلام عليكم ورحمة الله. أنا الشبيع عبد النبي، مدينة بنوزولي، كندير دقات السيف، وكنحيي هاد الناس اللي جاو من حدان بالغلم شجرهم وخلاو أشغال جارهم وجاو كبروا بهاد الناس هادو وعرضوا علينا حتى حنا جينا. والله يكملهم بالخير وعلى خير، وديما المسيرة تمشى إن شاء الله. كي بنوزولي، كي الحداني، كي زاكورة، كي ورزازات، كي أكدز، كنشكروهم بزاف. شكرا، الله يرضى سيدنا.